معكم الفنان التشكيلي خايد البوالي. المسار الفني ديالي بدا من السن ديال 13 سنه من عند الاب ديالي. تعلمت الفن التشكيلي من عند الاب ديالي، تعلمت عنده الانطباعيه، ومن بعد تحولت للبورتري. على مدى هاد السنين كامله من 13 سنه لحد الان عندي 28 سنه، دزت على مجموعه المدارس في الفن التشكيلي. عرفوني المغاربه بالضبط في لي بورتري او الرسم الاستعراضي، لا في برنامج بيك اب في ميديا ان تي في 2014، لا في برنامج دي ارتيست في دوزيم في 2018، لا في عربز جوت تالنت في 2017، لا مجموعه ديال البرامج التلفزيونيه رشيد شو، مجموعه ديال البرامج اللي قدمت فيهم الرسم الاستعراضي. هو الفن اللي تخصصت فيه دابا، واللي تعتمد على الشو سوغ سين، انك تقدم واحد العرض في مده وجيزه وتبهر فيه في الاخير الجمهور ديالك. على في طول هذا المسار كان الفن التشكيلي الهدف ديالي منه انا نبلغ واحد الرساله للجمهور، وانني نقربوا للجمهور، بحكم انه الفن التشكيلي دائما كان مرتبط بالنخبه ومرتبط بالطبقه البرجوازيه، ولكن الهدف ديال الرسم الاستعراضي بالاساس انه يقرب الجمهور وانه يحتك بالجمهور، وانه يكون هذا الرسم وهذا الفن التشكيلي فن العامه اكثر من انه فن يبقى مختصر على الطبقه النخبويه، ومنها كترفه فيه ومنها كتوصل رسائل عبر اما عبر الشخصيات اللي كتسيب لي، اما عبر المواضيع اللي كتسيب لي، وكتوصل فيه ميساجات للناس. مجموعه ديال التقنيات تدرتهم على المدار المسار ديالي، العشرات ديال التقنيات، شوفوا المغاربه لا ديال مسامر الخيط لسعد المجراد، لا ديال مسامر رشيد العلالي، لا مجموعه ديال الفنانه ملتي كولور ديال اللي خدمت لإيهاب امير، او مجموعه ديال الفنانين الاخرين. حاولت ننوع في التقنيات باش المتتبع الفن التشكيلي والمتتبع الاعمال ديالي ما يحسش بواحد الملل وما يحسش بواحد الرتابه في الاعمال الفنيه ديالي. مجموعه ديال الفيديوهات كاينين في يوتيوب تقدروا ترجعوا ليها باش انكم تشوفوا التقنيات هادو وتعرفوا عليها، وكنتمنى نكون على حسن الظن ديالكم، وشكرا. ابرز اللوحات اللي رسمت لوحات الفنانه مغاربه وفنانه اجانب، بحال فنانه مصريين وفنانه مغاربه، بعد سعد المجراد، رشيد العلالي، ايهاب امير، جواج، مجموعه ديال الفنانين سمحوا لي ما استحضرتهمش الان. لسيدنا تا هو رسمت لي لوحه، جوج ديال اللوحات التشكيليه بتقنيات مختلفه، ما سمحتش الظروف انني نشرهم الان. كاين اعمال فنيه اللي ما نشرتهاش لحد الان، الفنانه رسمتهم واتصلوا بالاعمال ديالهم ولكن ما نشرتهمش لحد الان. تو كاني ادنوا ليا باش نشرهم ان شاء الله، وغادي نشرهم. وفي المستقبل جايين اعمال فنيه مع فنانه كبار ومعروفين على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي.
اللي سببت نقدم الشباب اللي كيمارسوا الفن التشكيلي هو انه بحكم انني بديت من زيرو فعلا ان لقيت دعم من الوالد ديالي بحكم انه فنان تشكيلي، ولكن هذا لا يعني انني لقيت واحد الحاضنه من ناحيه الماديات ومن ناحيه المحيط الجغرافي وهذا، بالعكس، ولكن ناضلت على مده ديال من 13 سنه ل 28 سنه، كل هذا زاد نضال فن ونضال من اجل انك تحقق لوبجي ديالك من لاغوم، وباش انك ما تتخلاش عليه، وباش انك يكون مصدر الرزق ديالك، وفي نفس الوقت تعطي فيه وتبدع فيه في كل اخطاء. كعلاش كنقول للشباب انهم يناضلوا، الفن التشكيلي هو نضال في المغرب باش انك تعطي فيه وتكمل فيه، ودائما جديد، دائما جديد، ودائما البحث عن الجديد، ودائما البحث عن اخر ما ابدعه الفن التشكيلي في العالم، واننا نواكبوه وما نبقاوش دائما متشبتين بالمدارس الماضيه. وحنا الان في عصر العولمه وفي عصر السوشيال ميديا، خاصها تكون عندنا هاد اللمسه حتى في الاغ ديالنا وتاثر حتى في الاغ ديالنا. بالنسبه للوحه اللي رسمت اليوم، هي لوحه في اطار الملتقى اللي رفع شعار التسامح، في اطار استقبال الافارقه في المغرب. دونك اختاريت موضوع ديال افريقيا ورسمت فيه لي سامبول ديال افريقيا ولي سامبول ديال لي زمازيغ ولي سامبول ديال العرب. جمعت فيه قاعد لي سامبول ودرت فيه افريقيا ودرت فيه شخصيه افريقيه اللي دعات للتسامح وناضلات من اجله، وغادي يكمل الطابلو على اساس باش يكون في ختام الحفل. الرساله اللي جايبه نوصل فيه هو مساله التسامح، مساله التعايش، والمشكله اللي نعاني اللي كيعاني منها العالم الان والمجتمعات الان هي مشكله التنمر ومشكله اضطهاد الاخر. نتمنى من الفن التشكيلي انني يكون عندي لمسه ولو بسيطه في اطار دعم هذا المسار ديال التسامح، دعم هذا المسار ديال التعايش. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.